افضل نظام غذائي في شهر رمضان هو اول حاجه كنفرقوا الصيام، كنفرقوا الصيام بواحد 3 تمرات معاهم واحد شويه ديال الماء ولا الحليب. ما خصناش ناخذوا كميه كبيره تاع الماء ولا الحليب باش ما نعيوش الجهاز الهضمي ديالنا من وراء فتره كبيره من الصيام. من وراها يلي كيبغي يستراح واحد شويه كاين اللي كيبغي يمشي يصلي. من وراها عاد كتجي وجبه الافطار. اول حاجه كنفطروا بها هو واحد الحساء، حساء خاصو يكون متوازن فيه النشويات ولكن يكونوا صحية كاملة. من وراها كيجي الطبق الرئيسي، الطبق الرئيسي خاصو يكون فيه مصدر من النشويات، مصدر من البروتينات، مصدر من الدهنيات الصحية، وأهم حاجة يكون فيه الخضر. من وراها كتجي الوجبة الخفيفة. الوجبة الخفيفة هي فاش كناخدو الفواكه، كناخدو فاكهة معها يا سلو يا الفواكه الجافة ومعها مشروب. مشروب كيكون يا أتاي يا قهوة ويا تيزان، وديك الساعة راه كنستراحو كنخليو كنمشيو ضروري من النوم واحد شوية. من وراها عاد وجبة السحور. وجبة السحور خاصها ضروري تكون مكونة من البروتينات باش كيخليونا ما نحسوش بالجوع في اليوم الموالي، من مصدر النشويات باش يعطينا الطاقة، ومن مصدر ديال الخضروات باش يسهل لنا عملية الهضم. وأهم حاجة هي بين هاد الوجبات خاصنا ناخدو كمية كافية من الماء.